ده بيخليني أسألك، يعني دور القطاع الخاص في هذه العملية هل خد بال حضرتك له دور طبعاً مشارك؟ هقول لحضرتك حاجة، يمكن احنا بس خلينا نتكلم على ان المشروع ده كان كمشروع اسكان اجتماعي الدولة كانت اطلقته من 2011، محتاج ان احنا كنا كلنا تركيزنا المحدود الدخل، فاحنا كان الحقيقة يعني تركيزنا ان احنا عايزين نديله الدفعة الاولى زي ما بنقول، ان الدولة تدخل بقوتها وتؤكد على انها بتساند هذه الفئة بصورة كبيرة جدا وبتبني هذه الوحدات. انما مع الوقت احنا عارفين كويس جدا لازم القطاع الخاص يدخل معانا، ويمكن نحب اقول لحضرتك ان احنا ابتديت قعدنا كثيرا مع دلوقتي جمعيات المستثمرين العقاريين والمطورين العقاريين، وابدوا استعداد ان هم يبداوا يدخلوا بقوه في هذه المنظومه. ويمكن انا عايز اقول لحضرتك ان احنا يمكن برضو دي انا احب اقولها، ان يعني عدد كبير من هؤلاء المستثمرين ابتدوا دلوقتي طرحوا فكرة ان هم يبادروا بان هم يبنوا وحدات سكنية ويسلموها للدولة كنوع من الدعم والمساندة لفكرة ان احنا النهاردة عايزين يبقى فيه نوع من التواصل الاجتماعي والمساواة الاجتماعية والدور الاجتماعي المفروض يلعبه رجال الاعمال. ففي مبادرة حضرتك، هذه المبادرة مقابل حاجة معينة؟ لا خالص، ان الدولة انا هوفر دي مبادرة انا احب اقولها، ان هو هنوفر قطعة الارض هم هيبنوا بالكامل على حسابهم وهيسلموا هذه الوحدات للدولة بدون مقابل. هيبنوا وحدات شكلها ايه؟ بنتكلم على وحدات اللي هي تمشي مع مشروع الإسكان الاجتماعي، اللي هي بنتكلم على 3 غرف وصالة كوحدة إسكان اجتماعي للمشروع الإسكان الاجتماعي. عدد الوحدات المتوقع انه يتم الحقيقة هم يعني النهاردة بيتكلموا معايا على أساس ان هم هيبدأوا بحوالي 1500 وحدة، ولكن العدد ان شاء الله ان هو عايزين يوصلوا ل 5000 وحدة. انا عايز اقول لحضرتك دول كلهم بدون مقابل، يعني الدولة فقط بتسلم الأرض وهم بيبنوا ويرجعوا لنا الوحدات، هم مش هيوزعوها، احنا اللي هنوزعها برضو كدولة بحيث ان احنا نوزعها المستحقين. يعني طبعا ده جهد مشكور من هؤلاء رجال الاعمال، لكن 5000 وحدة يعني قطرة ضمن طبعا لكن هو الاهم زي ما حضرتك بنقول ان هم يبدأوا يدخلوا معانا في هذا المشروع كتنفيذ، وان هو ده يمكن اللي هو النهاردة الالية اللي احنا بندرسها ازاي ان هم يقدروا يدخلوا، بحيث انا يهمني حاجة واحدة، انا يهمني كدولة ان سعر هذه الوحدات يبقى سعر ثابت، يبقى في متناول محدود الدخل، علشان اقدر سواء انا اللي ببنيه او القطاع الخاص بيبنيه يبقى موجود وسعر متاح، يبقى ساعتها دي اللي نقدر ان هو نشجع بيه القطاع الخاص انه يدخل معانا. يعني تحاولوا انكم تدوروا على صيغه ما فيهاش تنافس، فيها مشاركه. بالظبط يا فندم، يعني انا كدوله انا بقول النهارده انا ببني 200,000، لكن انا جايز ابقى محتاج، انا بقول لحضرتك المحدود الدخل انا محتاج 350,000 في السنه كوحدات. طب انا لو قدرت انا كدوله النهارده ابني 200,000 في السنة، طب ما انا عايز لسه 150 او 200,000 تانيين المفروض القطاع الخاص هو اللي يبنيهم. هنا بقى الآلية ان احنا ازاي نضمن ان، لان مهم جدا ان الوحدة يبقى سعرها ثابت، احنا ما بنتنافس مع بعض، طالما ليها ستاندرد معين بنحدده مع بعض يبقى بنشوف الآلية اللي بضمن بيها ان السعر يبقى ثابت، سواء اللي انا ببنيه كدولة او القطاع الخاص بيبنيه.